ويعملوا كده، خدناهم وذبحناهم وانت اكلتهم عاتتك بطتك. بلشت خلال فترة الحجر الصحي، إذا الواحد ما كان عنده أي شيء يعمله، الحياة كلها مسكرة، فاضطر الواحد إنه يبتكر إشي يملي فيه وقته. وأنا بصفتي حدا دائماً كنت أعمل فن، إنه أنا صغيرة كنت أرسم وأبتكر بالفن، فاضطريت ألجأ لشغلة تحويل الشخصيات. ليش؟ لأنه هي شغلة بتطلعني من حالي، يعني أنا كل مرة بكون شخص جديد. بتشوفوه بدقيقة على السوشيال ميديا، على الانستغرام، هو فعلياً مش دقيقة، يعني هو بياخد مني وقت ومجهود كتير كبير، بياخد مني 24 ساعة قبل لأدرس الشخصية، أدرس ملامح الشخصية وحركاتها، كيف تقعد، كيف تحكي، حركات إيديها، هذا كله بياخد وقت. غير إنه برضو الرسم لحاله بياخد مني من 3 لـ7 ساعات حسب الشخصية. Everybody's been divided up so much. Well, thank goodness for technologies.